كان انا خرج مع الصباح كنهود من الدار حتى للواد، كندوق الماء كما كتشوف انت، كندوق الماء كنولي للدار، يعني كنسيب البحر قدامي. للاسف ما كما ما بقي ما يتقال، كملنا مع الصباح كتصبح هابطة، في العشية كتطلع. أنا ندير تكون سي عندك وعلاقتكم بالنهر، الواد كان في وقت من الأوقات كيعطيكم الماء ودابا ولا صافي في هذه كان عندي دي جوج بقرات كان كسب حياتي، كان شربهم الواد مع المدة. أنا ما كان عارفش بلي الماء الواد غادي يمرضه، مع المدة كيشربوا الملح يلاه يلاه، واحد العام ولا بقاو هكا كيشربوا ذاك الماء، بقاو في الأول ما كياكلوش ومن بعد ماتوا. ما كانش باش يشرب غير ديال، كنجيبوه نمشي عند ناس اخرين عندهم الحواسي، الماء شويه ماشي مالح، كنسريو عليهم الماء كنجيبوه هنا، كان قام هادشي غالي بزاف. ما كنعرفوش نستعملوا الماء، الماء كيضيع، كيمشي فابور كيمشي للبحر، وبالتالي درنا فيه ولينا درنا فيه الصرف الصحي كيكب في الواد، الماء نقص ما بقاش يجي. الصرف الصحي دابا واش غادي نقول لك؟ الماء ما تقدرش تقربوا لانه خانز، ماشي نقولوا غير بنادم اللي فيه كاين 50 50 50 جفاف 50 ديال بنادم. حنا كنا نشربوا بالواد، ما كانش عندنا مصدر ديال الماء ديال الشريب، كنا نشربوا بالواد، الواد كان زين، نشربوا بالواد ونتوضاو بالواد وندوشوا بالواد، عايشين بالواد ونخدموا على الواد.